انا هاخد من كلام السيد نائب اسامه شرشر وهروح لحضرتك. يمكن زي ما قلت له هناك اصوات بتتحدث وبصوت عالي كمان وبتقول ان لا بشار الاسد، وانا يعني يمكن مش مع سيادة النائب ان احنا نقول سوريا، لكن الناس بتختزل فعلا هذه الضربة في بشار الاسد. يمكن انا حابة ان اعرف من حضرتك في البداية رأيك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا متفق معاك ان سوريا هي بشار الاسد، واللي بيحكم سوريا هو الاسد واعوان الاسد من الاب الى الابن، وده معروف، ومعروف ان الناس دي مجرمين بكل معنى الكلمة مع شعبهم في تاريخهم. حلب تشهد، تاريخهم يشهد مع شعبهم نفسه من إبادات حتى قبل وصول التطرف إلى هناك. ولكن أول شيء المحقق دائما لما يجي له قضية بيقول من المستفيد من الجريمة. فهل بشار النهاردة الأسد في وضعه أنه هو كان ميت وجاله اعتراف دولي وان هو هيتعاملوا اياه وابتدى يحيا وان يبقى هيبقى ممكن يبقى طرف في المعادلة السياسية، ان هو في اللحظة دي يضرب كيماوي؟ ما افتكرش، لان هو مش مستفيد نهائيا. مين المستفيد؟ كل اللي هلل للضربة، كل اللي هلل للضربة مستفيد. مستفيد ان بشار أو النظام السوري أو الوضع في سوريا هو اللي يشيل هذه القضية وبالتالي يحصل الضرب اللي حصل. في ناس بيقولوا كان لقاء هايل. أيوة فعلا كان لقاء هايل وممتاز ما بين مصر وأمريكا، وأنا بقيمه في نقطة مهمة جدا، الندية ولأول مرة. الاستقبال اللي حصل لعبد الفتاح السيسي في أمريكا، أو الاستقبال اللي حصل لمصر عشان أصحح كلمتي في أمريكا، اللي يعرف أمريكا كويس يعرف إن الاستقبال ده ما اتعملش إلا أيام السادات. ليه؟ لوضع مصر بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. وعشان كده لما عبد الفتاح السيسي قعد مع الرئيس الأمريكي قال له أنا جاي أساعدك في حربك على الإرهاب. أنا من هنا وإحنا طالعين إن شاء الله ما بيتقاليش ناو إز ناو زي ما كان بيتقال لنظام مبارك، الآن معناها الآن. أنا شريك. طيب الناس بيقول لك بعد ما مشي وهو في الطيارة اتضربت سوريا. لا، ده أنا هقول لك، ده وهو بيتعشى مع رئيس الصين، مش بقى مصر وعبد الفتاح السيسي يا سيدي، رئيس الصين، وفي الطبق الثالث وهم بياكلوا جه واحد لرئيس الصين وقال له امريكا ضربت سوريا، فساب الشوكه والسكين وكمل زيارته. تمام، انا ممكن متفق ان في ضعف للاداره الحاليه في امريكا بسبب الاضطرابات اللي موجودة في أمريكا من معارضين النظام الحالي، وبالتالي ضربة زي ديت ممكن تقوي أو توحد الصف على الأرض. ولكن هو ما ضربهاش إلا لما جات له معلومات استخباراتية زي ما هو قال في خطابه بعد ما ضرب، يعني باني ضربته على معلومات استخباراتية. وعشان كده الراجل بتاع بيرو في الأمم المتحدة لما رفع صورة كولين باول وقال احنا سمعنا الكلام ده قبل كده من العراق وكانت معلومات استخباراتية ولكنها لم تكن حقيقية. إذن ده رأيي أنا بالنسبة لهذا الموضوع.